يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. ضيفتنا العزيزه في هذه الفقره هي مثال ونموذج حي للست المصريه الناجحه اللي لما بتحط حاجه في دماغها مفيش قوه في الدنيا ممكن توقفها. يعني لما تشارك سيده في تنظيم البطولات القاريه والدوليه وتصبح منسق اعلامي لبعثه مصر في اولمبياد ريو دي جانيرو ومنسق اعلامي لمنتخب مصر لكره القدم فاكثر من بطوله افريقيه، الحقيقه كان اخرها امم افريقيا 2017 و2019، وبتساهم حاليا في الترتيبات الاعلاميه لبطوله كاس العالم لليد اللي ان شاء الله هتقام في مصر في يناير 2021. هنعرف منها ازاي قدرت تعمل ده كله وازاي قدرت توصل لده كله. معانا الدكتوره ايناس مظهر مدير تحرير الاهرام ويكلي. صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا فندم. دكتور ايناس صباح الخير. ويعني اسم معروف وكبير ويعني لا حقيقي بجد متشرفين بوجودك، وسعيده ان مراه ودايما بنرجع نقول يعني داخله في مجال يمكن البعض بيعتقد ان المجال الرياضي او الصحافه الرياضيه دي حكر على الرجال، يعني البعض انا مش منهم على فكره، ده احنا من اول البرنامج عمالين كل يوم والتاني نستعرض نماذج مشرفه للمراه المصريه. فحضرتك مش بس دخلتي هذا المجال لا وابدعتي فيه حقيقي، فخلينا نبدا من هنا البدايه بتاعت حضرتك. هو البدايه طبعا يعني يمكن دلوقتي الوضع اختلف بالنسبة للمرأة الرياضية في الرياضة يعني أو الإعلامية الرياضية أو الصحفية. صحيح. غير عن وقت ما ابتديت، أنا ابتديت في البداية في أوائل التسعينات، يعني كان 91 كانت الدورة الأفريقية. طبعا تشالنج، أنا فعلا يعني أول مرة أدخل مقصورة الصحفيين وفي ماتش كورة أنت مين؟ أنت قاعدة هنا إزاي؟ وقتها بقى ما كانش فيه التقدم زي دلوقتي ولا إنترنت ولا أي حاجة ولا أي ديهات ولا أي حاجة. يا جماعه انا صحفيه في الاهرام، فين في الاهرام؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ يعني وبعدين انا قليله زي ما انتم شايفين، فبالنسبه لهم الطفله اللي انا جايه بلعب. يا بنتي ويتقال لي يا بنتي روحي اتجوزي اقعدي في بيتكم، طب اشتغلي حاجه على مكتب، ايه ده وانت هتشحططي كده؟ وبعدين لكن هم مع الوقت ابتدوا يلاحظوا لا انا جايه اشتغل، يعني I'm serious I mean business، انا جايه اشتغل مش جايه اتصور مش جايه العب لا. فبالتالي هو ده اللي خلاهم بعد كده تقبلوني يعني. وابتديت من المرحله ديت، وكنت انا يعني انا اساسا كنت لعبت رياضه وانا صغيره، يعني المجال بالنسبه لي انا كنت حابه الرياضه، بس انا عمري ما وصلت لمرحله المنافسه لان والدي كان بيسافر كتير فكنا بنسافر معاه. لكن لما دخلت كمان كليه الاعلام دخلت قسم صحافه وكان عندي الانتنشن، يعني في سنه ثالثه بيخلونا نتمرن في جورنال اسمه صوت الجامعه، تحبي انت عايزه يعني هتدخلي بقى اي قسم؟ قلت لهم رياضه. رياضه ايه؟ انت بتتكلمي في بنت بقى والرياضه؟ وانت يا بنتي بتفهمي؟ انا كنت مشجعه كرويه ما اقولكوش، يعني كنت انا وابويا ونقعد نتخانق وعمي، مش عايزه اقول لكم هما كانوا بيشجعوا مين وانا بشجع مين، بس anyway يعني. وبعدين كنت دايما مطلعه، فيعني لما بقول لكم ان انا ابتديت سنه 91 فانا في الثمانينات كنت دايما وقتها بقى كان القمر الصناعي ونستنى لما يجي لنا ماتش من بره. ولو تفتكروا التنس والدورات الاولمبيه لما التلفزيون المصري كان بيذاعها على الهواء، انا ثقفت نفسي كنت بقيت اتفرج واسمع المعلقين سواء في الكوره او في كل الالعاب الرياضيه واقرا كتير، لدرجه كان وقتها الجرايد المصريه الاهرام والاخبار والجمهوريه بيعملوا ملاحق، فبابا حريص ان هو كنت لسه في ثانوي مثلا يجيب الحاجات دي، وافتكر كل حاجه واتابع كاس العالم. لدرجه في مره كان بيحل كلمات متقاطعه قال لي ايه انوس مين اخر صاحب اخر هدف في كاس العالم 86؟ عمري قلت له يول برينر. قال لي ازاي كده؟ قال لي يا عروبه. فكنت حافظه بقى جدول الدوري، يمكن دلوقتي ما بقتش زي زمان بس عشان يعني كل اللي حضرتك بتقوليه ده اتلاحظ عليكي، فبالتالي حصل التصعيد من الصحافه الرياضيه بالزبط. الى يعني يعني يكفي حتى اخر حاجه حضرتك مشغوله بيها اليومين دول ان انت مسؤوله عن البعثه الرسميه مسؤول عن الشق الاعلامي المتعلق بالبعثه المصريه في الدوره الاولمبيه اللي جايه. ما هو علشان انا بقى مع الوقت وابتديت انا برضو من الحاجات اللي خدمتني اللغات، ان انا اللغات بتاعتي، فبالتالي الفرق الاجنبيه لما كانت بتيجي مصر انا ده بدايه ان انا دخلت في المجالات ديت دوليا، ان انا عندي انا بحب اشتغل ومش بس يعني انا صحافه والرياضه وكل الحاجات دي. فكان وقتها يعني
مثلا ابتديت مع الهاند بول، الفرق الرياضيه الاجنبيه اللي بتيجي يقولوا لي ايناس تيجي يعني خايبين تيجي ترافقي الفريق ده، اقول له اه ارافقكم ليه لا؟ هواند دايما بتهتم بحته السياحه طبعا، وان احنا كلنا في وقت من الاوقات ممكن نكون سفراء للبلد. فبقيت اعمل ايه؟ ابقى انا مرافقه الفريق علشان الترجمه ويعملوا ايه، ولو هم جايين مثلا وجايبين زوجاتهم معاهم اخدهم بعد كده افسحهم لو في اوقات غير التدريب. فالناس ابتدت تعرفني. كان مدير الاتحاد الدولي وقتها بيبقى موجود في الهاند بول، ودكتور حسن مصطفى كان رئيس اللجنه الفنيه، فقال لي انا سمعت انك صحفيه وبتكتبي، قلت له اه، وجبت له المقالات اللي انا بكتبها، قال لي تكتبي معانا في مجله الاتحاد الدولي. اوكي، فابتدت من هنا. وبعدين كل ما اسافر بقى سفريه بره، انا من النوع اللي ما بك مش ما بتكسفش، بس علشان توصل للي انت عاوزه انا يعني انا مجتهده، ودايما يقول لك اسال واي نوت. فلقيت حاطين اعلان، كان في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه، ده في لجان من كل الحاجات. فكنا في بطوله العالم في اليابان للهاندبول، فلقيتهم عاملين اعلان ان عندهم لجنه كره اليد فيها مكونه من 9 أعضاء رجال، كلهم رجال وكلهم اوروبيين، وهم عاملين مقعد للانتخابات بس لعضو غير اوروبي. فقمت رايحه لهم قلت لهم انتوا عاملين انتخابات كذا، قلت لهم انا فلانه الفلانيه وانا صحفيه رياضيه مصريه وجايه مرافقه مع تبع الجورنال بتاعي لتغطيه كره اليد، وقالوا لي، قلت لهم عايزه ادخل الانتخابات. فبصوا لي كده، وقتها كنت لسه صغيره جدا، ويعني هم كلهم بقى ايه كانوا معديين الاربعينات وانا لسه في بدايه العشرينات. فقال لي طب قدمي والانتخابات الساعه كذا. ورحنا، وكان وقتها معايا المذيعه لمياء نبيل من الاذاعه المصريه جت معايا، وانا كنت مقدمه، وكان في حد من افريقيا تاني، وكان في حد من اسيا من اليابان، واتعملت انتخابات ولا نجحت. جميل. فبقيت وقتها اول مصريه، اول عربيه، اول واحده ست وعضو طبعا غير اوروبي في اللجنه دي. طبعا. ومنها ابتدينا بقى ندخل، دخلت اللجنه العالميه للهاندبول لحد ما اتعمل مؤتمر صحفي، مش مؤتمر صحفي، مؤتمر سنه 99 للمراه والرياضه، ده كان في النرويج، فعزموني في اتحاد كره اليد على اني امثل الاعلام العالمي واتكلم عن كره اليد والمراه والاعلام، فتتكلم في الثلاث حاجات دي. رحت واديت المحاضره، وكنت لسه بقى متجوزه جديد وكنت حامل في البدايه، فحظي انا الدنيا خدمتني الحمد لله، الحمد لله ربنا، يعني كانت الظروف متاحه ليا، وبس انا كنت بجتهد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اديت المحاضره بتاعتي، الناس كلها سقفت، يا شاء الحظ بعد ما خلصت جات لي ست كده راقيه جدا، عرفوني عليها من السويد، انا ما اعرفش هي مين، فبتقول لي هو انت هتولدي امتى؟ قلت لها لا لسه في جولاي، فقالت لي طيب. فبعد كده عرفت ان هي نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، كان وقتها لسه سمرانش كانت النائب بتاعه، ولا جاك روج كانت هي النائب بتاعه. فرجعت مصر بعدها بشهرين لقيتهم بيكلموني وبيقولوا لي احنا عايزينك تيجي مؤتمر المرأة والرياضة العالمي، ده مؤتمر بيتعمل كل 4 سنين، ودي كانت النسخة الثانية، عايزينك تتكلمي عن المرأة والرياضة وكيفية تناول وسائل الإعلام لصورة المرأة الرياضية في العالم. فطبعا ده كان تشالنج كبير، ده تختلف بقى فيها من مرأة لمرأة، انت عملتي بحث طويل ان كل دولة بيختلف فيها. طبعا عملت سبيتش بجد بجد، يعني مش هقول لكم فرقت معايا قد ايه، انت احنا قاعدين الكبار او عمالقة الرياضة في العالم، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الأمم المتحدة، نوال المتوكل كانت موجودة، ناس كبيرة، وبلاتر وكل الحاجات دي. ما هو ده المؤتمر اللي خلى الكورة خدتني من كرة اليد واتنقلت. أوكي. لما اديت السبيتش بتاعتي، مش عايزة اقول لكم فعلا لحد دلوقتي انا جسمي بأشعر لما بفتكر التسقيف اللي هم سقفوه. وتاني يوم ممثل الامم المتحدة كان بيدي اكزامبل، مثال عن الشباب،
وقال لو تفتكروا امبارح الصحفية الشابة المصرية اللي قالت كذا. تخيل وقتها كان يعني لما وقتها كان فاكرة عيسى حياته نوال المتوكل. ركبت مع كنت راكبة الأسانسور وجاك روج ومش عارفة ايه، ركبت بالصدفة معهم الأسانسور. لما عيسى حياته يقول لي Do you know me؟ انت متخيل هو بيقول لي انت تعرفيني يعني؟ وبعد كده نوال وبرضو ناس تانية من اللجنة الأولمبية الدولية كلموني وعزموني على، كانوا فخورين بيا. ده بيديني حافز اكتر ان انا اشتغل. طب دكتور ايناس، مين اكتر شخصيه عالميه في الكوره في مجال الكوره قابلتيها واثر الى حد كبير معاكي يعني في الذاكره، شخصيه عالميه؟ مش قادره افتكر قوي، بس انا تعاملت طبعا مع كله. انت تعاملت كل الناس، تعاملت مع كله بصراحه. يعني يمكن اكتر حد انا تعاملت معاه في عالميا كان برضو طبعا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. طبعا كان ليه دور كبير جدا في دعمي وان انا اتعرفت على الناس، واداني في سنه 99 بامانه، كان وقتها هو كمان رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، واداني اللجنه العلميه كلها. يعني كان في طبعا الاستاذ عبد الرحمن فهمي كرئيس اللجنه الاعلاميه، وانا كنت زي البريس اوفيسر، المين بريس اوفيسر، بس كنت واخده كمان كل السايد ده. فده يعني في السن ده وفي الفتره دي ان انا اخد الريسبونسابيلتي دي، عشان هو عارف او كان متاكد ان انا ام اب تو ات، يعني اقدر ان انا في وسط الاحداث والفعاليات الكتير قوي اللي حضرتك كنت طرف رئيسي فيها على الاقل، عشان انت متوليه الشق الاعلامي، ايه اكتر بطوله او اكتر فعاليه او اكتر حدث رياضي كنت طرف فيه وبجد كان ممتع جدا بالنسبه لك ومليان ذكريات ما تتنسيش؟ بص، بصرف النظر عن الحاجات اللي انا اشتركت فيها، بس طبعا انا عمري ما انسى حاجات كتير، يعني بالذات اكتريتها في الكوره. يعني لو افتكر في 2009 كاس القارات لما منتخب مصر كنا بنلعب هناك وللاسف ما كملناش البطوله، بس ساعتها كنا متعادلين مع البرازيل، ويمكن هم كسبونا في اخر لحظه، وكنا عارفين طبعا بسبب ضربه الجزاء. بعديها ماتش ايطاليا لما كسبنا ايطاليا عمري ما انسى، ورغم ان احنا خرجنا يعني من البطوله ما كملناش للسيمي فاينل، لكن الجمهور المصري استقبلنا احسن استقبال لان انت عملت انجاز مع البرازيل ومع ايطاليا. و2017 في الجابون دي برضو عمري ما انساها، لان احنا يعني انت متخيل احنا ناس مسافرين، انت مسافر هنشارك، كان بقالنا ثلاث دورات ما شاركناش فيها، احنا رايحين هنشارك. يا سلام. والحاجه بقى اللطيفه، احنا كنا مسافرين بطياره خاصه، المفروض الطياره الخاصه هترجع تاخدنا، فكان احنا خلاص ده رايحين بقى اخر مباراه هنلعبها مع غانا في الدور الاول، لو كسبنا هنفضل قاعدين في نفس المدينه، لو ما كسبناش وخسرنا اوكي او مش عارفه مين كسب مين يبقى هنرجع. فايه الطياره بقى، او هنروح مدينه تانية حاجه كده لو طلعنا تاني، فبعتين حد للمدينه التانية تشيك الاماكن، ومجهزين شنطنا عشان احنا هنطلع تاني، فبالتالي نروح بقى المدينه التانية. اوكي كسبنا كملنا، فما رحناش المدينه التانية، دخلنا على الكورتر فاينل. مش فاكره كنا لعبنا مين، مش قادرة أتذكر دلوقتي، بتهيألي تون، لا المغرب سيمي فاينل يعني مش قادرة أفتكر، أو المغرب هي الكورتر فاينل. فبرضو قعدنا مغرب الكورتر فاينل، فرايحين برضو وإحنا بقى في الباص، تليفون مع الطيارة بيكلمونا، طيب أنت خلاص دخلت في نوك أوت سيستم، خروج المغلوب، طيب أنتوا بتشوفوا الماتش، لو خسرنا يبقى هتجينا على الساعة كذا، الطيارة تيجي الساعة كذا. برضو موضبين احنا شنطنا ونكون مجهزين كل حاجة، وما خسرنا رحنا وكسبنا. جينا دخلنا على السيمي فاينل بالظبط، رحنا السيمي فاينل نفس الحكاية، تليفون ماشي احنا مجهزين هنطلع الساعة كذا، لو كملنا كل ده كل مرة نوضب شنطنا يعني. فالحمد لله احنا ما فعلا وضبنا شنطنا في السيمي فاينل عشان نروح العاصمة، لكن غير كده فالحمد لله. فعمري ما انساها بصراحة، كانت ذكريات بلس بقى، احنا مش هننساها بلس كمان انت ما كانش عندنا الطموح ده، فانت كل ما بتكسب بتعلى،
ونفسيتك هتقوى المزيد من الثقه بتثبتي لكل ان انت مؤهله للمزيد بطبيعه الحال. وفي نفس الوقت من الناحيه الاعلاميه اكتر شغل اتعمل فيها كان في الفتره دي، يعني مش عايزه اقول لك انا كنت يعني كنت اشهر منسق اعلامي في الفرق الافريقيه كلها. ليه؟ لان انا احنا منتخب مصر كان برودكت ليهم، سورس جيد ان هو يعملوا. هم جايين هو انتوا عملتوا ايه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا وصلتوا لكده؟ وكله عايز انترفيوهات. وصلنا لمرحله واللعيبه بصراحه تعاونت جدا وعملوا انترفيوهات من يعني الجارديان، الديلي تيليجراف، فرانس فوتبول، جبت له كل الحاجات العالميه وبقوا يعني ما تعبونيش، يعني بالعكس كانوا متعاونين مع الاعلام. بالنسبه لان احنا ذكرنا الصحافه بقى الرياضيه، انا عايزه اخد راي حضرتك في الصحافه الرياضيه حاليا في مصر وقصه السوشيال ميديا. يعني للاسف الشديد مش احنا عندنا ازمه اسمها السوشيال ميديا، اوقات بتكون حاجه كويسه واوقات بتكون مصدر سلبي جدا. يعني مؤخرا ممكن اي حد، يعني انا حتى اتحط لي صوره من يومين وانها مذيعه قناه الاهلي قالت 1-2-3، انا ما قلتش كده اصلا، مش اي حاجه ولا جبنا سيره اساسا الاسامي دي. ودي بتحصل لناس كتير سواء في الرياضه او غيره، بس يعني اي حد بيقول اي حاجه. يعني السوشيال ميديا اي حد ممكن يحط صورتك ويقول انك قلت اي تحليل كروي رياضي، يعني كارثه حقيقيه. انت لو تفتكر السوشيال ميديا، يعني لو ما اعرفش الناس تفتكر ولا لا، بس انا ده انا يعني انا قليله جدا على السوشيال ميديا. يعني في اخر حضرتك وقت ليها اساسا من احنا بنحكي، بس هي ليها ميزه بالنسبه لينا كصحافه رياضيه، ان هي احيانا بس بالذات لو official pages، يعني صفحات رسميه للاتحادات او للاعبين، بتقدر تاخد منها البيانات الصحيحه. طبعاً بتقدر اللاعبين مصادر موثوقه، مش بالزبط. اي صفحه على الفيسبوك حتى لو عندها الأساسية. يعني. هي دي الخدمه الوحيده، لان انت ممكن دلوقتي تكلم اللاعب هو مشغول بس يقول لك هو على الفيسبوك، هو حاطط كل انطباعاته وكل حتى اللعيبه على فكره، مش بس الكوره، السباحه فريده عثمان، الخماسي الحديث، معظم اللاعبين والابطال بتوع الكاراتيه والتايكوندو والجودو بقى ليهم صفحات رسميه، تلاقيه لما يخلص بطوله بيطلع يقول، فبيوفر علينا مجهود. لكن سلبيه احيانا بقى بتبقى فيها حاجات، حد زهقان يعمل صفحه يكتب تحليل. حضرتك يعني انا في البطوله بتاعه الشباب الاخيره انا كنت بدير مؤتمر صحفي اللي هو بتاع جنوب افريقيا ومصر، كابتن شوقي غريب والمدرب، فاللعيبه لما دخلوا هجموا على الاستوديو، فانا ظهري للباب، وفي نفس الوقت انا كنت المنسق الاعلامي للكاف، فبالتالي دي مسؤوليه المفروض ان ما حدش بيدخل المؤتمر الصحفي، غير بقى ان وراء يعني في بعد مقصوره الاعلاميين في الجمهور الدرجه الثانيه، فانت فجاه وانت قاعد مندمج وبتتكلم والناس بتتكلم والباب بيتفتح وبداخلين اللعيبه المصريين بيفرحوا مع المدرب وبيهيصوا بالعلم وبيرشوا ميه. حلو. انا من كتر الخضه، هو مش بس كده، هما بيتنططوا، الناس لحد دلوقتي مش فاهمه وانا اول مره اشرحها. المهم فاللي لقط الصوره والميه والبتاع، وانا بقى ما اقولكش يعني ده لو انا متفننه ان انا ابقى اله النكد عمري ما هعرف اعملها. فطلعت وابتدت بقى التعليقات، انا قعدت حبسه نفسي في الاوضه يوم كامل، انا مش مصدقه اللي حصل. بس انا اتخضيت ليه؟ لان هم بيتنططوا، سيبك من الميه واللي يقول لك الكوافير ومش الكوافير، سيبك من الميه، القصه الخضه انا فاكره دول جمهور ومش قادره اتدور، وبعدين وهم بيتنططوا احنا قاعدين على ستيج مثل السما، فبتقع وبيتخبط فيه، فقمت قايمه. انا عايز اخدك لحته تانية بقى خالص بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح. حضرتك يعني سافرتي بلاد كتير جدا في مؤتمرات وفي فعاليات وفي احداث وبطولات رياضيه مختلفه، ذكرتي مجموعه دول منهم كان غانا وقلتي الجابون وقلتي جنوب افريقيا وقلتي دول، فده يعني اوحالي بسؤال اللي بعد كده، هل في مره من المرات، انا عايز اعرف بس التاتش الانثوي المعتاد، وخصوصا لما تكوني مسافره بلد انت مش عارفه خلفياتها ايه وبياكلوا ايه وهتعيشي هناك الفتره دي ازاي؟ واخده معاكي برضه ربع لانشون، صباع بسطرمه، علبتين تونه، التاتش الانثوي المعتاد بس بالذات في افريقيا. احنا يعني انا في الاول ما كنتش متعوده، بس لما شفت بقى زمايلي الصحفيين لا يعني عرفت بقى ان في حاجات لازم بالذات في افريقيا، لان اكلهم مختلف عن طبعًا اكلنا طبعًا.
ده في حالة لو طلع حاجات يعني مش مع فرق. الفرق عندهم الخبرة، فيعني مثلا في بالذات الكورة كان على طول بيبقى معانا الشيف معانا. وانا عايز اقول لحضرتك ان قبل الجابون يعني في اتنين تلاتة الشيف ومعاه حد من الاداريين طلعوا بالاكل كله في طيارة قبلينا، وراحوا زبطوا المطبخ. وده كل سفرية كده بيطلعوا قبلها بيومين. انا عايز اقول لحضرتك احنا ما كناش بنجيب حاجة غير الفاكهة والعيش، احنا حتى اللبن الكورن كله كان بيبقى موجود. فلا بيحصل طبعا. وكمان انت عارف احنا الستات بقى بنبقى دقيقين، وايه الادويه الحاجات دي مش عارفه ايه. ودايما لما يبقى معايا زملاء يقولوا لي انت معاكي كذا، اقول له اه طبعا انت معاكي كذا، اه طبعا. فدي حاجات طبعا بتبقى مفيده خاصه في افريقيا، لكن في اوروبا بتبقى ذكرى حلوه كمان. نعم وبتبقى ذكرى حلوه كمان، بتبقى طبعا ذكريات حلوه. انا مش عايزه اقول لك في سفريه من السفريات انا ما صدقتش نفسي، جبنا رومي وبسطرمه وفسيخ حضرتك. لا يعني حاجات بتحصل كده، خاصة كمان لما بنيجي مسافرين مثلا بتبقى في مناسبة مثلا داخل عليك عيد، وبالذات عيد الأضحى. أو معاكم خرفان ولا إيه؟ لا مش لدرجة خرفان يعني، بس أتليست يعني بتبقى عامل حسابك. أو مثلا لو في رمضان بنبقى واخدين مكسرات، فخلاص اتعودنا يعني. طيب دكتور إيناس، دلوقتي لو هنتكلم عن الصحافة الرياضية، شايفة التواجد المنثوي قد إيه؟ المرأة هل ممكن نقدر نقول دلوقتي في المجال ده قدرت تثبت نفسها؟ في مصر احنا زدنا. انا عايزه اقول لك انا وقت ما دخلت رابطه النقاد الرياضيين كنا تقريبا 3 4 ستات اعضاء. لا دلوقتي العدد كبر، العدد مثلا ممكن يكون وصلنا وقتها مثلا كنا 4 من 200 وشويه. 4 من 200 وشويه. دلوقتي بيتهيألي عدد اعضاء الرابطه نقول تقريبا 600، هتلاقي منهم مثلا 50 سيده. بس دول اللي هم اعضاء نقابه الصحفيين عشان كده دخلوا الرابطه. لكن في بقى خلف كده كتير، في إذاعة وتلفزيون، بنات كتير. وإحنا بنتكلم على الصحافة. هل الشخصية هل الشخصية بتاعت يعني الصحفية نفسها بتبقى لازم فيها صفات معينة؟ يعني لازم يكون جريئة، لازم يكون عندها إرادة طبعاً. لازم تكون عندها طبعاً. حب إثبات الذات يعني طبعاً. وفي نفس الوقت لازم تكون من بيت برضه متفاهم وبيشجعها طبعا. يعني اعتقد ده مهم جدا. انا لما ابتديت في بداياتي كنت بتاخر ويعني بس انا الحمد لله والدي كان حتى والله هو خدني من الملاعب يعني هو قابلني في الملاعب ودي حياتي. وكنت انا اوريدي اشتغلت بقالي 10 سنين هو بيشتغل في نفس المجال في الماركتنج يعني أوكي. في الماركتنج الرياضي ومعانا كان زميل في الاهرام، فبالتالي فشايف كل حاجه. والحمد لله كان والدتي الله واختي الله يرحمهم هم اللي كانوا ايه يعني كان في دعم من البدايه لكن المهم زي ما قلتي في البدايه اللي يخليك تكملي. يعني في ناس ابتدت وما كملتش. وعشان تثبتي نجاحك انت لازم تثقيف النفس كويس طبعاً. قوي انت هتتخصصي في الرياضه او في 4 5 رياضات لازم تذاكري لأن كويس، لان العين هتكون عامله الهومورك كمان اكتر. وبعدين انا مش كنت جريئه، انا عايزه اقول لك انا الصحافه غيرتني 360 درجه. انا خريجه مدارس راهبات، واللي هو احنا اساسا السيستر كانت تطلع بره تشوفنا بنكلم بويز ولا لا، فانا دخلت بقى مجال كله رجاله. كنت بتكلمي بويز بالمناسبه؟ لا لا حدش الله لا يا فندم. حضرتك شرفتينا ونورتينا دكتوره ايناس مدير تحرير الاهرام ويكلي، انبسطنا جدا بوجود حضرتك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. نورتينا يا دكتور، وهيبقى في اكيد تعامل يعني بره الشاشه لازم ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله.